with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليو اس بوكس اوفيس. وفي حلقة النهاردة هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، وكمان هنتعرف على تقييم وتصنيف وملخص بسيط لقصة كل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم المغامرة آرثر ذا كينج، واللي تراجع من المركز الثامن الأسبوع اللي فات. تصنيف الفيلم مغامرة دراما، وقصة الفيلم مقتبسة من رواية الكاتب ميكائيل ليندنورد اللي صدرت سنة 2016، وبتدور أحداث الفيلم حوالين العداء ليندنورد، وفي خلال سباق 400 ميل اللي في غابات الإكوادور واللي مستمر لمدة 10 أيام، بيقابل كلب مصاب وجريح في وسط الغابة وبيهتم بيه وبيعالج جروحه. وبنشوف بعد كده ان الكلب مش هيسيب ميكائيل وفريقه طول مدة السباق، وانه هيكون السبب في نجاة الفريق ونجاحهم بالفوز بالسباق، لانه كان بيحذرهم من كل الاماكن والطرق الخطيرة في وسط الغابة، وده السبب اللي هيخلي ميكائيل يتبنى الكلب ويهتم بيه ويدربه علشان بعد كده يبقى كلب سباقات. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB باجمالي تصويت 3900 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 69% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 20 مليون دولار. أما الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 852 ألف دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 5 أسابيع عرض 27 مليون و 583 ألف دولار. I was a young boy living in the city. All I did was run, 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 run. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking and kayaking. That dot is daddy. Go daddy, dad. وخش في المركز التاسع فيلم الدراما الجديد The Long Game، واللي جه بتصنيف تاريخ ودراما، وبتدور أحداث الفيلم في سنة 1955، وفي قلب صحراء جنوب تكساس بيقرر 5 شباب أمريكيين مكسيكيين واللي بيشتغلوا في نقل معدات رياضة الجولف تحدي كل الظروف، وإنهم يتعلموا الرياضة اللي حبوها، وقدروا يصمموا وينشئوا ملعب جولف خاص بيهم في وسط الصحراء. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 260 صوت، وحصل على 99% من تقييم الجمهور وعلى 78% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 8 مليون دولار، والفيلم حقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض لي 1,300,000 دولار. أما المركز الثامن فجه فيلم الأنيميشن شريك 2، واللي جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة كوميدي، والفيلم أعيد إصداره في دور السينما بمناسبة مرور 20 سنة على إصداره أول مرة سنة 2004، والفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 504 ألف صوت، وحصل على 69% من تقييم الجمهور وعلى 89% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 150 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 1,455,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا من أول عرض ليه في السينما سنة 2004 932 مليون و419 ألف دولار. DreamWorks Pictures presents Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Antonio Banderas. Shrek? For you, baby, I could be. أما المركز السابع فشهد تراجع لفيلم الرعب The First Omen من المركز الرابع الأسبوع اللي فات، وبتدور أحداث الفيلم بإرسال شابة أمريكية لروما عشان تبدأ حياة الخدمة في الكنيسة، لكنها بتواجه ظلام بيخليها تشكك في إيمانها،
والفيلم يعتبر الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة The Omen، وبتدور أحداث الجزء الجديد ده قبل النسخة الكلاسيكية اللي صدرت سنة 1976، والفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 9100 صوت، وحصل على 70% من تقييم الجمهور وعلى 80% من تقييم النقاد على موقع روتن توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 30 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات في صالات السينما الأمريكية 3,800,000 دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 35,427,000 دولار. Control people who no longer believe. You create something to fear. أما المركز السادس فجي فيلم الأكشن مونكي مان، واللي تراجع كبير جدا من المركز الثاني للمركز السادس في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أكشن وإثارة، وهو من إنتاج هندي أمريكي مشترك، والفيلم بيحكي عن رحلة الشاب كيد من أول خروجه من السجن وانتقامه من كبار رجال أعمال فاسدين دمروا المجتمع وكانوا سبب في موت والدته. والفيلم حصل على تقييمات 7.3 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 14,000 صوت، وحصل على 84% من تقييم الجمهور وعلى 88% من تقييم النقاد على موقع روتن توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 10 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات داخل السينمات الأمريكية 4 مليون دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالمياً في أسبوعين عرض 22,748,000 دولار. Every day I've prayed for a way to protect the weak. أما المركز الخامس فجه الجزء الثاني من فيلم الأكشن دون، واللي صعد من المركز السادس للمركز الخامس في سابع أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أكشن مغامرة دراما، وبنستكمل في الجزء ده أحداث الجزء الأول اللي صدر سنة 2021 واللي حقق نجاح كبير جدا على صعيد الإيرادات وعلى صعيد النقاد والجوائز. فالفيلم ترشح لعشر جوائز أوسكار، فاز بست جوائز. وبنشوف في أحداث الجزء الجديد سعي بول علشان يتحد مع تشاني ومجموعة الفريمن عشان ينتقم المتآمرين اللي دمروا عيلته. والفيلم حصل على تقييمات 8.7 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 341,000 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 93% من تقييم النقاد على موقع روتن توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 190 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات في السينمات الأمريكية 4,300,000 دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 7 أسابيع عرض 684,517,000 دولار. أما المركز الرابع فجه فيلم الأنيميشن كونغ فو باندا 4، واللي صعد من المركز الخامس للمركز الرابع في سادس أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن أكشن ومغامرة، وبنشوف في الجزء ده استكمال أحداث الجزء الثالث بمغامرة للباندا بو وسعيه علشان يلاقي محارب تنين جديد وتدريبه بعد تعيينه كقائد روحي لوادي السلام، وفي نفس الوقت بيواجه مخطط من الساحرة الشريرة واللي بتسعى لإعادة استدعاء جميع الأشرار اللي هزمهم الباندا بو. الفيلم حصل على تقييمات 6.4 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 26,000 صوت، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 72% من تقييم النقاد على موقع روتن توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 85 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات داخل السينمات الأمريكية 5,532,000 دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 6 أسابيع عرض 452,991,000 دولار. You finally met your match, Chameleon. We're not so different, you and I. Skadoosh. Stand back. I'm gonna kick my butt. وفي المركز الثالث جه فيلم المغامرة جوست بوسترز فروزن امباير، واللي جاي بتصنيف مغامرة كوميدي وفانتازيا. والفيلم بتدور أحداثه حوالين اكتشاف قطعة أثرية قديمة واللي بتتسبب في انطلاق كيان شرير بيهدد العالم،
وده بيؤدي لتعاون فريقين صائدو الأشباح، الفريق الجديد مع الفريق القديم في سبيل إنقاذ العالم من عصر جليد جديد. والفيلم حصل على تقييمات 6.4 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 24,000 صوت، وحصل على 83% من تقييم الجمهور وعلى 43% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. وصل ميزانية إنتاج الفيلم ل 100 مليون دولار. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات داخل السينمات الأمريكية 5,757,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 4 أسابيع عرض 159,924,000 دولار. Hands up. Call dark and horny at 12 o'clock. وفي المركز الثاني جه فيلم الاكشن جودزيلا ضد كونغ ذا نيو امباير، واللي تراجع من المركز الاول في ثالث اسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف اكشن مغامره خيال علمي، والفيلم يعتبر الجزء الثاني لفيلم جودزيلا ضد كونغ اللي صدر 2021. وبنشوف في الجزء ده تحالف كونغ وجودزيلا علشان يواجهوا تهديد وخطر كبير مستخبي في جزيره الجمجمه. والفيلم حصل على تقييمات 6.5 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 34,000 صوت، وحصل على 91% من تقييم الجمهور وعلى 54% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 140 مليون دولار. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات داخل السينمات الأمريكية 15,539,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 437,921,000 دولار. أما المركز الأول والمتصدر البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع ده فيلم الأكشن الجديد سيفل وور، واللي جاي بتصنيف أكشن وإثارة، وبتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، واللي بنشوف فيه سفر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة الأمريكية مع فرقة من القوات الخاصة في محاولة للوصول للعاصمة واشنطن ودخول البيت الأبيض، وده بيكون في أثناء قيام حرب أهلية مميتة واللي بتستدعي تدخل الجيش وانتشاره في الشوارع لصد والقضاء على الحرب الأهلية. والفيلم حصل على تقييمات 7.6 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 16,000 صوت، وحصل على 77% من تقييم الجمهور وعلى 82% من تقييم النقاد على موقع روتين توميتوس. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل50 مليون دولار. والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه 25,712,000 دولار. With liberty and justice for all. God bless America. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الأمريكي، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستني دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.